السلام عليكم يا جماعه. اللي مش راح يكون عندنا مقطع جديد في هذا المقطع باذن الله، راح يكون عندنا فوتبول سترايك باذن الله. اليوم حلقه جدا حلوه نستمتع فيها، فخلنا نروح على طول نلعب. طبعا مثل ما انتم عارفين احنا بما ان اكتشفنا ان اول واحده هي اصعب واحده، فراح نكمل معاها ونستمر ان شاء الله في اللعب. بس اهم شيء دعمكم يا اخوان عشان نكمل مع بعض ان شاء الله في المقاطع. فخلنا نشوف وش المنافس. اوكي، هذا المنافس اللي جانا ليفل 17 وليفل 18، فاحنا تقريبا متقاربين نوعا ما، بس الفرق ان انا ما العب اللعبه بشكل كبير، هذا المشكله. فيلا ركز يا سيد، خلنا شوف تصدي اول. الحين دوري، خلنا نعطيه بالطريقه هذه. يا سلام، اهم شيء تلف الكره لفه قويه وسريعه. اوف، سجلتها والله. المهم اخ 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 اخ, أخ صدتها. صد 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 صد. ياس، معنا في النص. يس 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 يس. شيل شيل يا ابوي، حطه هني في النص. سيد ما يسجلون في النص. شيل، نفس التكتيك بالضبط. وفزنا في المباراه الحمد لله. اول مباراه عندنا في الحلقه الحمد لله فزنا فيها، مع ان المباراه شوي يعني اول حلقه والمباراه، فما دخلت في الجو 100%. اللي بعده خلنا نشوف من راح يجينا الحين. من بولند، ليفل 18، ليفله مثل ليفلي يا جماعه، يعتبر ليفله جدا عالي والله المستعان. خلنا نشوف كيف الوضع. دوري اول، دوري اول. اوكي اوكي. اوه، لفيت هلف، لفيت هلف. شيل شيل. اوكي، برا. اخ 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 اخ, أخ برا. لا نط بكره سيد، نط بكره عاري ترى. احب اقول شيء. شيل شيل. ناك، بام، قوية في المرمى، قوية في المرمى، على بالي بلفها. شيل. اوكي، هني هني هني، بام. اوف والله شالها، والله شالها. شيل، ونفوز يا جماعة في المباراة. ايضا هذه المباراة فزنا فيها 2-1، فالنتيجة تقريبا متقاربة حتى في هذه المباراة. فالمهم اللي بعده الحمد لله فزنا في هذه المباراة، نروح على طول بلاي. واللي بعده على السريع نبي نطلع بأكبر قدر ممكن من اللاعبين ضدنا. فهذا المنافس اللي بعده ليفل 20. أوله، ليفل 20 يا جماعة. ركز ركز معاه، صداها ليفل 20. هذا فايز فايز. بشوت، صديتها مع أنها قوية بزيادة. عطى، آخ شالها والله. ركز معاه، ترى تسديداته خارقة جدا، خارقة للعادة. يوري، يا رب. يس 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 يس، في التسعين. ركز، شيل 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 شيل. خلنا نعطي أضعف كرة في التاريخ. يس، ما فارق لبل 20. ركز، صد، خلصنا يا جماعه المباراه. معنا منافس قوي جدا المفروض، وليفل 20، اتوقع هو اكيد افضل مني، بس الحمد لله انا فزت المباراه، يعني قدرت ان امشي بتكتيك محدد. خلنا ليفل 18، تونا لاعبين ضده. يا ليل، تونا لاعبين ضده يا جماعه، ما نبي نلعب مع احد مره ثانيه. مو مشكله، يلا يلا خلنا نشوف. هذا كان قوي اتوقع. صد صد، عطى هذه، اخ صداها. يا رب يا كريم، يا رب يا. اوف 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 اوف. عطى هذه، بوم، اخ يا القهر، حرام. شيل، مباراة صعبة ترى، مباراة صعبة. يس 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 يس. وش صار؟ علقت اللعبة. لا، علقت اللعبة، علقت اللعبة. يس، سجلت الحمد لله، الحمد لله عوضنا، علقت اللعبة. أشواه، يس يا إخوان فزنا. المباراة اللي بعدها وهاتوا لي منافس. يلا خلنا نشوف منو راح يجي، منو راح يجي، منو راح يجي، منو راح يجي. طول، أوكي بدأت المباراة على طول. هذا منو زين؟ كم لفلة وش السالفة؟ أخاف لاعب زين. أوف، هذا لاعب زين، هذا لاعب زين يا جماعة، هذا لاعب زين. يا القهر، صداها. لو لفيتها شوي زياده كان افضل. اوف، الله يستر علينا في المباراه. بوم،
صدها. الله يستر علينا في المباراة يا جماعة، جدا قوي شكله. شيل شيل، عطى هذه، آخ في القائم. صد صد، يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم، يس يس سجلت. الحين ركز سيد، الحين ركز، علقت اللعبة شطار. يلا وين؟ يس يس يس، دوري دوري، ياس، فزت المباراة. ما صدق يا جماعة، فزت المباراة، مباراة صعبة جدا فزنا فيها، كان فايز علينا طول الوقت، الحمد لله قلبناها في آخر شيء. اللي بعده ليفل 17. أوكي، احنا قاعدين نقرب من الخسارة بس ما قاعدين نخسر، فلهذا شوية تركيز في هذه المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نعطيه واحدة بهالطريقة، يس قريبة من القائم، أتوقع صعبة تنصد. بيشوت برا الملعب، برا الملعب، برا الملعب، حط هذه بهالطريقة، كان ممكن. ركز معاه، اشوى نطيت، بطيئة كانت. المهم اوف 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 اوف، شيل يا حبيبي شيل. هني وين؟ هني بهالطريقة احسن شيء، بس ضعيفة. الحمد لله لفت لفة قوية، اصد هذه نفوز المباراة. جيب يا حبيبي جيب، وهات المباراة على طول، فزنا فيها يا جماعة، ونكمل سلسلة الانتصارات حقتنا. أنا حرفيا ما أدري كم سلسلة الانتصارات حقتنا من أول ما ابترينا يعني، بس ماشي أمورنا الحمد لله. ليفل 17 كريم، ما أتذكر لعبنا ضد شخص اسمه بالعربي صراحة. ليفل 17 بس اللعب حقه مو مطور، تطويرات عالية، فبنشوف مع بعض. يلا يا كريم يلا يا كريم يلا يا كريم، صدها كريم. انزين دور الحين، شيل يا حبيبي شيل، دوري، بس انت تسديدة قوية جدا. بوم في التسعين في التسعين في التسعين، ما انصدت. كريم شيله من كريم، دوري، عطى بهالطريقة، لا 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 لا، برا الملعب، شيل، اسجل هذه نفوز هناك، اسجل هذه نفوز في المرمى يا جماعة، لا ما نفوز بعد بعد، لازم اصد هذه، برا الملعب يا جماعة، وفزنا في المباراة 2-0 مثل ما تشوفون. فخلنا نجيب بعد مباراة، أو شنو هذا؟ مو وقته مو وقته. يلا يلا اللي بعد اللي بعده اللي بعده، خلنا نلعب بعد، نلعب المباراتين، يلا مباراتين زيادة، خلنا نشوف مع بعض ايش راح نسوي. كريم، هلا يا كريم، كريم مرة ثانية، حياك الله يا كريم، نورت. خلنا نشوف الحين كريم راح يفوز علينا ولا راح نفوز عليه في المرة الثانية. يلا أنا موجود أنا موجود، راح يسدد برا برا، واضحة واضح انها برا، عطى بهالطريقة، يس للمرة. نط متأخر كريم، لا طلع يا جماعة كريم، زعل والله. لا يا كريم، كان كملت، كان كملت اللعب، ليش لا. المهم اللي بعده، عندي احساس انه كريم بعد، عندي احساس انه كريم. ها ها، لا كريم سكر اللعبة. كريم سكر اللعبة بالكامل. المهم راح نلعب ضد شخص اعتقد بنت ليفل 16. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خليك في الحراسه. لا سيد، نط بكره بكره عادي، مو مشكله يعني، شيء عادي. هناك بوم في الشباك في الشباك في الشباك، ليتس جو. دورها، صد يا سيد صد، صد يا سيد صد، في التسعين ما تنصد. دورها، عسى ما شر، عسى ما شر، حرام. خليك مركز خليك مركز خليك مركز، أضعف كرة في التاريخ. مركزة، أصدق هذا نفوز. وين 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 وين، انتهت المباراة، فزنا. لايك واشتراك، تابع المقاطع هذه، سلام.